تتجه الأنظار إلى ملعب مالابو الجديد لاستضافة مباراة قوية وهامة في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بين المنتخب التونسي والمنتخب غينيا الاستوائية في مواجهة قوية وصعبة. الكل اليوم يريد مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فضل الله الضغط بزر على كل شرابي قناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية. سوف تلعب المباراة في تم الساعة الرابعة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة الثالثة مساء بتوقيت غرينيت، وسوف تنقل المباراة على قناة بي ان سبورت 3 و2 الناقل الحصري للمباراة. تجدون البث في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعم البث واشتراك بالقناة واشتركوا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز على المنتخب غينيا الاستوائي المصنف مباراة اليوم او المنتخب التونسي الضيف الثقيل اليوم، ونتمنى الحظ الموفق للمنتخب التونسي.